السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله حلقة تعتبر حلقة هندسية، طبعا لأني زي ما بيقولوا كده بالمصري لزوم الشيء. احنا اتكلمنا عن تربية وتسمين الأغنام كتير، اتكلمنا عن الإعلاف، فلازم تتكلم برضك تدخل المكن في مجال تربية وتسمين الأغنام، المكن المستخدم. ولو اني انا كنت عاوز اشيل الجزء ده خالص لغايه ما نبدا نصنع في المكن، يعني يبقى باستمرار كل فتره، يعني كل اسبوع اسبوعين نعمله مكنه مع بعضينا، بحيث توصلك جميع المكن اللازم للمشروع، سواء من خلاطه علف، سواء من مكن جرش الحبوب او جرش الاتبان او فرم الاتبان، او مكن فرم الاعلاف الخضراء. كل دي مكن ان شاء الله هحاول نعمله ان شاء الله مع بعضينا، بس لما تسمع الظروف. ولكن دي مكنة متوفرة عندي، مكنة قديمة انا كنت عاملها. انا كنت عاوز نعمل المكنة من الالف للياء مع بعضينا من اول ما نبدأ نجيب الخامات، بس طبعا الظروف مش سامحة اليومين دول، فهنشرح لك على المكنة الموجودة عندي. دي مكنة انا كنت عاملها، طبعا ما يغركش الشكل، احنا كان عندنا ورشة تصنيع ونش، لا النش ديت المصريين كلهم عارفينها، بترفع وتنزل بتاعت الخرسانة والرملة والأسمنت. فكنت بستخدم بواقي الحديد، مخلفات الحديد. بقول أنا عاوز مكنة الأداء بتاعها شغال، ما يهمنيش المنظر، ما كنتش ببيع، دي كنت بعملها ليا أنا، لاحتياجات الشخصية فقط لا غير. فلاحظ هتلاقي كل رجل شكل، حتى من هنا رجل، كل رجل لها شكل. المهم بواقي حديد، في حتت حديد كبيرة هنا ما قصتهاش، ملهاش أي لازمة. يعني المهم كنت بدور على الأداء فقط لا غير. عشان ما نطولش عليكم في الفيديو، بتعتبر مكنة جرش أي حاجة ناشفة، أي حاجة جافة، مش لفرم أي أعلاف خضراء أو أي حاجة طرية تتحط فيها مش هتنفع. دي تعتبر كسارة مدشة لأي شيء جاف يابس، إنما أي شيء رطب أو لين أو أخضر ما تنفعش نهائي. التصميم بتاعها بسيط، بسيط جدا جدا، مفيش فيها شغلانه غير الجزء ده فقط، الجزء ده. طبعا دي السكاكين، تعتبر المطارق او السكاكين لما بتلف بتاخد الوضع ده، بتبقى كل واحده واخده الوضع ده لما بتلف. شوف معايا شغالها، معايا شغالها لك برضك عشان تبقى كده. طبعا في اكتر من تصميم، مش لازم التصميم ده، هنقول لك دلوقتي تصميم. دي انا مكتر الريش فيها عشان خاطر تفرم التب، عشان بنفرم عليها البرسيم الناشف، وهنوريك ان شاء الله. طبعا استنى معايا في الفيديو ان شاء الله، هنوريك ازاي هنفرم عليها باذن الله، ونوريك الاداء بتاعها في الفرم وفي التكسير كمان. طبعا الشبكه انا ما كنتش عاملها، كنت عاملها ملحومه. دي المفروض الغربال ده بيكون مقاسات، المقاس ده القطر ده 23 ملي او 25 ملي، قطر الخرم ده اللي هو في الشبكة 25 ملي او 23 ملي. ده يعتبر المقاس اللي بستخدمه باستمرار وبغيروش. طبعا انا عاملها اخر ما كنت الاول عاملها الحام، ولاحظ مش عارف باينه معاك هنا، كانت الاول ملحومة، بعد كده لما فكتها كنت كل مرة بغير فيها، لان كان بيديني ناس عاوزة تفرم ما تفرمش مع احجام صغيره، ما تفرم التكسير بتاعها مش تكسير ناعم زي ما انت شايف، الثقوب كبيره، بتفرم فرم خشن، كل فرمها خاص بالاغنام والمواشي، انما للفراخ الدواجن لا، الفرم بتاعها هيكون خشن مش هينفع. فدي كلها فرمه خشن. طبعا للحبوب ما تنفعش المقاسات دي، مش هتنفعش للذره، ما تنفعش للفول، مش هتنفع، لان هتنزل قبل ما تتخبط في المدش، قبل ما تتكسر هتنزل، هينزل لك الكسر بنسبة 10% فقط لا غير. يعني لو حطيت 50 كيلو ذرة هنا 10% بس هيتكسر، و 90% هينزل سليم. وديت لو عاوز تعمل هتغير الشبكة، تعمل مقاس صغير. طبعا أنا هنا الذرة متوفرة عندي، متوفرة متشوشة، والفول متشوش، مش محتاج إني أكسر الحبوب يعني. ودي بالنسبة قلنا للشبكة، حبيت دي المقاس بتاعها 25 مللي. الماتور ده برضه عشان تبقى المعلومات كافية إن شاء الله لو حب حد يعمل حاجة.
الموتور، بيانات الموتور، الموتور 2 حصان الاتش بي بتاع 2 حصان، السرعة 1420، الار بي ام 1420، المقاسات طبعا الطارة دي نفس حجم الطارة دي، يعني 1:1، يعني لف من هنا بتساوي لف من هنا، هي دي اكبر من دي سنة بسيطة، بس احنا بنقوله 1:1 مش مشكلة، يعني سرعة ده حوالي 1500 لفة في الدقيقة. الريش طبعا وضع زي ما انت شايف، مش لازم تعمل 3 ريش، مش لازم تعمل 3 محاور للريش، انت ممكن تستكفي باثنين فقط لا غير، حاجة زي كده، حاجة زي كده. وبيكون الاكس ده 25 مللي، طبعا الاكس الاساسي اللي عليه البير، الاكس ده 25 مللي، ممكن تستكفي بحتة زي هنا، حتة دي من هنا، واحدة تانية من هنا، يبقى محورين فقط لا غير، الثقب من هنا 25، ومن هنا الاكس بتاع الريش، ومن هنا الاكس بتاع الريش، وتبقى صفين ريش فقط لا غير، بلاش الثلاث صفوف، ممكن تعمل 4 صفوف مفيش مشكلة، لو هي دي اصبحت دايرة وعملتها محورين عموديين، 4 ريش، مفيش مشكلة، بس أنا 3 كويس بالنسبة لي، بس اللي مش هيعرف يسنطر الثلاثة، لأنك لو ما سنطرتش الثلاثة كل محور بالظبط زي الثاني، هتعمل لك مشكلة، هيحصل هز جامد في المكنة. على العموم المهم طبعا الريش واضحه، دي مواسير بولي، الاكس طبعا هيوسع عليها ايه متركب، يعني التصميم واضح ما فيش منه، مش محتاجين نفصله كلام كتير يعني كده. هوريك دلوقتي فاضل بس اوريك اداء الشغل بتاعها ثانيه، طبعا ان في نص، في جزء تاني طبعا مش راكب، الجزء التاني اهو، هنحط التليفون هنا بس عشان نركبها. ده كده جزء واضح طبعا، قلت لك ان ركنها مركونه العنكبوت عليها اهو، ما اشتغلتش بيها ليا فتره. ده المسمار اللي هتثبت بيه في الفتحه اهي، ده اهو باين اهو، الصاموله وقعت. كده لاحظ طبعا انا كنت عامل عليها اكتر من تصميم، كانت التغذيه من هنا بس مع القش والتب، لقيتها مع البرسيم يعني ناشف، لقيته بيشبك في الاكس وما بتسحبش على طول، فكان افضل مكان استقرت عليه هو المكان ده، انا كنت عامل من هنا الاول ولغيه. طبعا في هنا باب اهو، الدراع بتاعه اهو، بتتحكم اللي هيدخل الحاجة اللي انت هتدخلها. طبعا دلوقتي هنجيب شوية مع بعض ونوريك الفرم بتاعها شكله ازاي. شوف معايا ده برسيم ناشف، طبعا عشان تفرم فيها اي اتبان او اي برسيم ناشف، اي حاجة، اي تعتبر مواد مالقة، يعني اي مادة مالقة عشان تفرمها في المكنة دي لازم تكون جافة، كانت حمصانه يعني تسيبها في الشمس يوم تبقى 100%. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء الجفاف مش 100%، زي ما انت شايف بتتن اهي العيدان قبل للتن، ما بتتكسرش، لكن المفروض تبقى خشب، معنى حمصانه يعني بالمصري متحمصه من الشمس، تتفرم معاك باسهل من السهوله، لكن كل ما كانت طريه كل ما تتلف على الاكس بتاع المكنه وما تتفرمش معاك بسهوله، ويبقى الفرم صعب. هنشوف مع بعض دلوقتي الفرم بتاعها في الاتباق. طبعا هي هنا الاختلاف في مساحة الزور طبعا في المكن،
صعب شوية بس برضه شغال. مشكلتها في العطارة دي بقى، دي النقطة اللي أنا كنت عاوز أحلها عشان ما تفهم النقطة دي، كنت عاوز أتكلم عنها. العفارة بتاعتي، العفارة دي بسبب إنها ما فيهاش مروحة، ما فيش مروحة تشفط الأتباع، بحيث لازم المدخل اللي بتدخل منه يكون فيه سحب هواء. ده اللي كنت هنصلحه في التصميم التاني، في التصميم اللي كنت عاوز أعمله مع بعضينا. بس كده الأداة شغالة، يعني لو بتشتغل بيها لازم تشتغل تكون في طف المكنة بس عشان الصوت، عشان تشتغل بيها لازم تشتغل في مكان يكون هاوي. طبعا انا منها للسبع هوت، بس برضك مفيش هوا، فالعفارة بتعفر جامد، مش هتعرف تشتغل عليها كويس لو الادبان بتاعتك فيها اي عفار زي قش الرز اللي حاطوه دلوقتي. طيب من ناحية التكسير ما جربناش نقطة بقى طبعا مهمة. شوف معايا ثانية واحدة، هنجرب. شوف زي ما انت قلت لك، انا تكسر اي حاجة ناشفة، ولكن اي حاجة طرية تتحط فيها مش هتنفع تشتغل. شوف معايا ده قالب طوبة، شوف بس هنحطه، بس هنغسله بالراحة عشان هنا ايه مبطرش اي حاجة بقى. هنغسل القالب، بص مفيش اي مشكلة. لكن لا تستخدم اي حاجه طريه، البرسيم ده لو طري هيوقف المكنه، لو حطيت فيها رغيف عيش واحد طري هيوقف المكنه. بدايه لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه دي، اصلا كل مواد. السلام عليكم.